من أكل لحم إبل ولم يتوضأ وصلى هل صلاته صحيحة؟ تلك مسألة اختلف فيها العلماء يا خالد الدقاق. هل من أكل لحم جزور أو لحم إبل؟ من أكل لحم إبل فليتوضأ؟ يرى الجمهور أن هذا لا يتوضأ، الحنابلة يرون أنه يتوضأ، مسألة خلافية والنزاع قائم في ثبوت الخبر من عدمه. ثم إن الأمر هل هو للاستحباب أم لا، هذا وجه الخلاف. يعني سبب الخلاف ماذا؟ في من أكل لحم إبل أو النبي سئل أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. ما سبب الخلاف؟ فمن العلماء من قال إن الأمر بالوضوء ليس على الإيجاب إنما هو على الاستحباب، ومنهم من قال إن كلمة من أكل لحم إبل فليتوضأ من لا تساوي أن من أكل لحم إبل فقد نقض وضوءه، ومنهم من قال إن الخبر منسوخ وناسخه حديث النبي عليه السلام أكل حديث عندهم عفوا كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء من مسة النار، لكن هذا الخبر بهذا اللفظ معلول. الأحوط أن تتوضأ، لكن إذا قدر وصليت بذلك فعند الجمهور أن صلاتك تصح، إلا الحنابلة الذين يقولون بغير ذلك.